الو، اتفضل. لو تسمعني الشيخ. اسمعك والله، اتفضل. الشيخ أنا شيعي مهتدي، وأحب أقول لك بس تغير الرقم ل 483. الله اكبر، متى اهتديت ان شاء الله؟ يعني وطبعا احكي لنا أنا شوي. والله أنا تقريبا شيخ قبل شهر كنت أروح عند صاحبي عند سوبر ماركت وطلع لي المقاطع مالتك، مقاطع فراج الصهيبي، فصرت أشوفهم وصار يتكلم لي على المهدي وعلى غيرهم وعلى الله أكبر، مبارك عليك يا أخي، مبارك عليك، مبارك عليك. قالوا تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. شيخ أنا اللي قبل شوية اتصلت وقلت لك أنا شيعي مهتدي. نعم يا غالي، تفضل. شيخ أنا تقريبا كنت داوم سابقا منتسب بالعتبات، يعني أنا منتسب مع العتبة، كنت داوم بشريفة. ما تقولش على معلومة من معلوماتك بس لو سمحت. ألو، ما تقولش على أي معلومة من معلوماتك، تفضل. ألو، تسمعني شيخ؟ أسمعك، تفضل. ما تقولش أي معلومة عن معلوماتك. لا لا شيخ، ما أقول لا اسمي ولا رقمي، بس أقول لك أنا كنت منتسب أداوم، يعني أنا كنت شيعي وأداوم بشريفة. نعم. فيعني الشيخ أنا كنت الصراحة سابقا من الناس اللي يسجدون للأئمة واللي يطلبون من عندهم، ويعني كانت ماشي علي هذه السوالف كلها، وأنا كان بوقتها عمري 19 و18، يعني كنت بعدني ما واعي وما أعرف هذه السوالف. نعم. فكنت اروح دائما، انه من كنت اداوم بشريفه شيخ كانوا يحسبون راتب تقريبا 200 دولار بالشهر، نعم. وشيخ كل 3 شهور تقريبا نفتح الشباك مال شريفه، والله يعني شيخ نطلع السياره كامله تقريبا يعني ما يقارب اكثر من 100 مليون خلال نعم. كل شهرين او ثلاثه، نطلع كل 100 مليون. وشيخ احنا الراتب مالتنا 200 دولار، شيء قليل وما ينطونا اياه كل 3 شهور، كل 4. الله المستعان، والفلوس التانية تروح في جيب يعني والله المعملين. شيخ الشيخ احنا كل 5 اشهر 4 اشهر يلا يعطونا 50 دولار من الراتب مالتنا، كل 5 اشهر او 3، واحنا المفروض يعطونا كل شهر 200 دولار. نقول لهم اي وين الراتب مالتنا؟ يقولون والله احنا نوديها هذه الفلوس حتى نعمر بها المراقد ونكبرها ونسويها صحون لكم، على مود تصير الشريفه كانت مرقد وهسه صارت حاليا عتبه. حتى ايش؟ حتى المفروض انه تزيد التبرعات، يزيد الناس الها. وطبعا الشيخ احب احكي معلومه طبعا قدام الناس، والله العظيم هذا الشيء اشوفه قدام، واني منتسب مع العتبه كان يصير قدامي هذا الشيء، انه نعم. الناس دائما اللي يقولون تصير معجزات قدامنا بالامام. راح احكي لك هذه اول حقيقه ما حد حاكيها، وانا لاني منتسب مع العتبه راح احكي الحقيقه قدام الناس، والله شاهد على كلامي. الشيخ هذه المعجزات اللي تصير، اللي يقول لك انا رحت الشريفه وللامام الحسين وللامام علي وشفت شخص كان اعمى وتشافه، او هذا كان معوق وصار يمشي. شيخ الصراحه هذه المعجزات اللي تصير عن طريق اتفاقيه، عندنا مكتب اعلامي داخل العتبه، والله العظيم واحد شي لك حق زين، فنجيب الناس نتفق وياهم بداخل المكتب، يصير تلقين الدرس والمعجزة شلون راح يتكلم وشلون راح يتلقاها وشلون راح يطرقها. والمعجزات تكون يعني مختلفة، مرة يجيبون طفل مريض، مرة يجيبون بنت، مرة يجيبون شايب، مرة يجيبون امرأة عجوز، على مود ايش؟ على مود الناس تصدق، يقولون اي صح هذا شخص عجوز، هذا طفل مريض، ما يكذب الطفل، طفل بريء. بس هذه كلها تمثيل، وانا واحدة من الحالات صارت قدامي انه شخص قعدوه على كرسي داخل العتبة، خدت له وقال له روح ادخل جوا الشباك. والله هاي الساعة تقريبا بالثنتين بالليل، يعني ورا 12 بالليل عندنا، فعلى مود يقولون صارت معجزة ورا منتصف الليل. فدخل هذا الشخص هو وأبوه يدفع على الشباك مال شريفة، أول ما دخل لي جوا قام من الكرسي على أساس إنه شريفة شافته. والله أنا بوقتها كنت أصور وما أقدر أحكي شيء، لأنه صراحة لو أحكي شيء راح يقتلونا وراح يأذونا ويسوونا من هذه الشغلات. فأنا بعد ما شفت هذه الشغلات قدامي، وطبعا من غير هذه الفلوس اللي تطلع، يعني كل شهرين ثلاثة طلعون 100 مليون فقط من شريفة، فقط من شريفة هذه 100 مليون كل شهرين أو ثلاثة، والله وكل شهرين أو ثلاثة يطلعون علبتين أو 3 علب من الذهب،
وكل يومية يومية يعني مباشرة كل يوم يجينا أكثر من 4 خرفان أو 5. نروح نودي الخرفان لبيت، يصير بيت خلف العتبة، يقولون على أساس إن نسويهم نذر ونطبخهم للزائرين. أجيت ثاني يوم أريد أشوف إنه يطبخون صحيح الخرفان، والله أجيت يا شيخ ماكو أي شيء اسمه لحم بداخل التمن والمرقة، إحنا نسميها تمن ومرقة عندنا أكلة عراقية معروفة. فقلت له ماني الخرفان الخمسة اللي كل يومية يجون ويذبحون، كل يومية يعني على مدى أيام الشهر 30 يوم كل يوم يجينا أقل شيء 3 خرفان أو 5. الخرفان وين تروح ما نعرف، كل شهرين أو 3 نطلع علبتين أو 3 ما الذهب، كل شهرين أو 3 فقط من شباك شريف، أحكي لك فقط من شباك شريف نطلع أكثر من 100 مليون والله، يقعدونا بصالة كاملة نسميه مضيف إحنا، ويلبسون ملابس خالية من الجيوب، يعني ما بيها جيب نخاف انه نسرق شيء او هاي، ينزعون الاحذية، ينزعون كل شيء، الشفقة، الكاسكيت او كل شيء، حتى ما نضم بها الفلوس على مود انه يشكون بينا. فيدخلونا احنا تقريبا 30 شخص منتسبين بالعتبة، نجمع الفلوس بالبداية، نجمع الورق اللي هو 100 دولار نجمعهم نخليهم على جهة، بعدين نجمع ال50 دولار العراقية، الورقة العراقية، بعدين نجمع ال25 الورقة الحمراء، تعرف ان هذين العملات العراقية، نجمع بالبداية يعني مثل ما نقول الشاي الخشن، العملات الخشنة، بعدين نكمل لحد ما نوصل لل1000 دينار، يعني تقريبا انا اقول لك شيخ ما يقارب تخم كامل، التخم الكامل يعني قنفة هذه اللي يقعدون عليها بالمضيف، يقعدون عليها 4 أو 5 أشخاص، هذه تنترس كلها فلوس، كلها فلوس عبارة عن فلوس شدات نترسها كاملة، بعدين شو يسوون؟ يغلفوها بعلاليق سود، تكرام علاليق هذه مالت الزبالة، يغلفوها على أساس إنه هي مو فلوس، لأنه راح يطلعون الفلوس قدام الناس، فهم يغلفون بتشاس مالت الزبالة وصعدهم بالسيارة. ورا ما صعدهم بالسيارة إحنا بعد ما نشوف لا الفلوس، علبتين مال ذهب تروح ويا هذه الفلوس كلها أكثر من 100 مليون، وكل يوم يجن أكثر من 5 خرفان 4 خرفان ما نعرف وين يروحن، والتبرعات اللي تجي. وطبعا مو بس هذا الشيخ، كل يومية يجيبون تبرعات ثلاجة مجمدة بنك، يجيبون هذه الأغراض المنزلية يعني الكهربائية يتبرعون بيها. فبشريفة إذا يروحون الشيعة يشوفون هسه لحد الآن موجود أكو متجر يعني محل سوبر ماركت تابع الشريفة وخالين بيه منتسبين مال العاتفة. مثلا عندنا البراد بكم يبيعوه بالسوق؟ يبيعوه تقريبا ب 300 دولار بداخل شريفة. بيش يبيعوك يا شيخ؟ يبيعوك يا ب 100 دولار يعني خصم، عليش على مود شنو؟ على مود انه يقولون احنا نسوي تساهلات للناس، هذه لان تبرعات للعتبة. طيب يا انت يا حرام، يعني هذه جاي تجيك تبرعات، ليش تروح تبيعها اصلا ب 100 دولار؟ حتى ب 20 دولار المفروض ما يبيعوها، المفروض يتبرعون بها. هم لا، ما يهلهم ينطوها ببلاش او مجانا، ياخذوها والله البراد او الثلاجه او البنكه او الضوئيات، اي شيء اي شيء، جهاز كهربائي يجي ياخذوه مثلا سعره ايش قد 200 دولار، يبيعوه ب 50 او 70 دولار، يبيعوه بنص القيمه ولا يخسرون بيه اي شيء. الخرفان كلها تروح تقريبا، يعني هذا فقط يعني بس شريفه احكي لك عنها. تخيل الامام الحسين ايش قد تطلعون من عنده، الامام الحسن، الامام العباس، الامام كاظم، الإمام علي، وهسه حاليا مطلعين إمام جديد يريدون يزيدون التجارة مالتهم، إمام جديد شو اسمه خضروات بنت الحسن. هسه هذا الحسن ما عرفنا كم بنية ولد عنده، عنده المهدي، عنده شريفة، عنده الهاشميات، الهاشميات بصف بيتنا موجودة، وطبعا شريفة هم قريبة علينا، تبعد مدى 15 دقيقة عن بيتنا، يعني لأن قلت لك أنا منتسب كنت داوم بهن كلهن، داومت بشريفة وداومت بالهاشميات وشفت هذا القذارة كلها والله شيخ. وطبعا شغلة هي المفروض ما احكيها، حتى المنتسبين اللي عندنا بالعتبات قادرين، يعني بيوم من الايام بالليل والله كان واحد من المنتسبين متواعد مع ثنية، فراح بلغني قال لي انه راح اخذها للكرفان، هذا الكرفان يسموها غرفة نبصم بيها لما نجي ونخرج من الدوام خلينا بصمة، فاخذ هذه البنية ودخل بيها بالكرفان، وهي اصلا بداخل العتبه يعني بداخل الامام، هم دول المنتسبين مال العتبه اللي يحكوا لك، والساده والمعممين، وهو واحد من عندنا يعني معمم والله العظيم، وهذا ما احكيها وانا اتحاسب بها امام الله زين، واحد من عندنا منتسب من العتبه اخذ بنيه ودخل يمارس وياه داخل الغرفه بنص العتبه بشريفه بالليل، هذول المنتسبين اللي يحكون عليهم.
وهذا الخيسة والله العظيم أتحاسب على كل كلمة أحكيها قدام الشيعة، لا أسقط بالشيعة ولا أنا سني مندس ولا أنا حد دزني، الله شاهد ورسول، أنا كنت شيعي وكنت داوم بالعتبات، فهذه الخيسة كلها شفتها قدامي، وأتحدى واحد شيعي أو سني أجي أحكي لك هذا الكلام قبل، ليش؟ لأنه ما حد مداوم بالعتبة، واللي داومون بالعتبة ممنوع يحجون. راح تقول لي أنت ليش حكيت شيخ؟ أنا حكيت هسه لأنه أنا تقريبا صار لي 3 سنين ب 2019 بطلت، استقالت من العتبة مال شريفة، ما ينطوني راتب شيخ، يظلمونه. يعني أنا راتبي 200 دولار بالشهر، ما ينطوني إياهم، ينطوني كل شهر 50 دولار هيجي، وإحنا كل شهرين نطلع أكثر من 100 مليون والله، من غير علب الذهب، من غير الخرفان، التبرعات، الأجهزة الكهربائية. نقول لهم ليش ما تعطونا راتبنا؟ يقولون والله جاي ناخذ الفلوس احنا ونعمر بيهم العتبة، قاعد نكبرها. زين احنا شنو ذنبنا؟ نجي نخدم 8 ساعات كل يومية، 8 ساعات دوامنا، شفت كامل عندنا، شفت صباحي ومسائي وليلي، وعلى مدار اليوم يجون الزوار آلاف، حتى صاروا يجون من الخليج، انه خلاص هم عندهم المتاجر عبارة عن خالية تجارة، يعني مو مراقد، والله لا خليه مراقد ولا شيء، أصلا هذه شريفة مو بنت الحسن، وكلهم يعرفون العراقيين مو بنت الحسن. هذا كل اللي عند الشيخ، الله وأحب المستعان، أوجه جزاك رسالة خيرة للشيعة، تفضل. أتمنى من عندكم أن تتركون هذه الشغلات التافهة، أنه طبرون. لو كان الإمام الحسين أو الإمام علي كان صاحي ما كان يقبل، يعني الإمام الحسين يقبل الشباك والقبة مالته من ذهب. عندنا آلاف الأيتام، آلاف المشردين، آلاف الشيعة، قاتلكم الجوع، قاتلكم الفقر، قاتلكم المرض. بعد وين الإمام الحسين والإمام العباس من جت كورونا؟ ليش ما حموا العراقيين؟ ليش ما يحمون الانفجارات اللي تصير بكربلاء وبالنجف؟ وين قوة الأئمة؟ وين قوتهم اللي تساهمون وتقولون يحموكم ويحموكم؟ والله بالقرآن يقول ولو سمعوا ما استجابوا. زين وين هم؟ احنا انا ما استنقص بأهل البيت، بس اريد اشوف ليش انفجارات تصير؟ من غزتنا امريكا فجروا الامام علي، طيب الامام علي ليش ما سوى شيء بوقتها؟ فجروا الامام الحسن داعش، داعش دخلوا قبر الامام الحسن وفجروا. اذا تروح هسه باليوتيوب وتكتب، اكتب معركة داعش بداخل صحن الحسن، راح تشوف الانفجار، الطلق، الرمي، الاعتداءات، الممارسات كلها بداخل قبر الحسن. زين وين الامام الحسن اللي هو ابو المهدي، ابو شريفة، ابو الهاشميات؟ هذا عظمة الأئمة يا شيعة، اتقوا الله، اصحوا. وقاعدين يسبون بعائشة وبعمار وبالصحابة، والنبي محمد أبد ما أتكلم عليهم، أبد ما أطعن بهم، تحاشي تقول له يا بل النبي محمد ليش ما حش على عائشة؟ يقول لك ها، مو النبي محمد ما يريد يطعن بها، ما يريد يشوه سمعته. يعني النبي محمد ايش تفكروا؟ شوهتوا سمعة الإمام علي، استنقصتوا بالإمام علي، طلعت الإمام علي جبان، حكيتوا على عائشة مرت الرسول وعرض الرسول ومذكورة بالقرآن زوجات النبي. زين تجيبون حفصة وعائشة، تجيبون عمر، عمر اللي هو حرر، لو ما عمر كان ما دخل الإسلام للوطن العربي، اللي هو كسر المجوس، والمجوس هم سووا هذه الفتنة على مود يكسرون هذه الفتنة الشيعية، على مود يريدون يرجعون التشيع الفارسي علينا. زين وهسه هذا العراق قدامكم، دولة ما بها حظ، دولة مستعمرة من قبل إيران، خليكم الإيرانيين مكفخة، يدمغون بكم، ما عندكم شخصيات، قاعدين يروحون يمشون آلاف الكيلوات من البصرة لحد كربلاء، وهو قاعد والله شيخ وحق هذا الله الفوقه، يروحون للإمام الحسين ويكفرون بالحسين بصفه، إذا ضاج أو تعارك ويا صاحبه هو واقف بصف الإمام الحسين ويكفر بيه، تخيل. يروح للإمام علي، قاعد يم الإمام علي ويكفر بالإمام علي. انتوا قتلتوا الامام الحسين، وانتوا تسبون بالأئمة، انتوا تستنقصون بالأئمة، انتوا كذب حبكم لاهل البيت عباره عن اشاعات مغريات. زين والسيد السيستاني اريد احكي لكم شغله، يقولون يا بس السيستاني ليش ما يطلع يحكي؟ يقولون ها الجوهره لا تتكلم. بعد ان ابو محمد شنو؟ ان ابو محمد كان حتى هو مريض، اذا يجون ناس يقول لهم طلعون لهم اريد احاكيهم، يحاكي الناس باي وقت، يحاكي الصغير والكبير. زين وين صفات ان ابو محمد بالسيستاني؟ قاعد انسان صنم ما يحكي ابد، ملايين الناس تتبعوه، خالكم مثل الخرفان، لا يحترمكم، لا يطلع يحاكيكم.
لا يطلع ابد ابد نهائيا، لا يحترمهم ولا شيء، ما منطيهم اي اهميه، يروحون فقط ياخذ الخمس من عندهم، يطبون يسلمون عليه، يبوسون ايده، سلام ما يرد عليك السلام، ذا الطب السلم على اساس ثاني يهز راسه فقط، سلام اللهم ما صل. يسلم عليك. اول ما تدخل يفتشوك شيخ، تدخل يفتشوك تفتيش كامل، ممنوع جهاز، ممنوع تصوير، ممنوع تسأل سيستاني، إذا تسأله يخلوك ويطلعوك قبل، يجروك ويطلعوك، ممنوع تسأله أي سؤال، تدخل فقط تسلم عليه وتبوس إيده وتطلع غصبا على اللي يرضى والما يرضى، ما يعجبك ما تدخل على السيستاني نهائيا. النبي محمد كان هيك يا شيعة، هسه اللي جاي يسمعونه بالبث المباشر، النبي محمد كان يتكابر، النبي محمد كان ما يطلع يحكي، وين صفات النبي محمد بالسيستاني؟ وشنو السيستاني يلتقي بالمهدي؟ هو المهدي وينه أصلا؟ اسال معممين اقول لهم صدق السيستاني يلتقي بالمهدي؟ يقولوا لي والله المهدي يلتقي بمن يشاء. نعم صدق. وليش يلتقي على بمن العموم يا يشاء؟ غالي يعني ربنا حتى يبارك المهدي فيك، سويته متكبر. الله المستعان، جزاك الله خيرا وعلى المعلومات القيمة ديت، ونسأل الله عز وجل واتمنى لنا ولك الهدايه لكل الثبات، الشيعه، وجزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، اتمنى الهدايه لكل الشيعه. شكرا اللهم لك يا آمين، شيخ. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك، الله يعزك، الله يكرمك.